السلام عليكم، ازيكم؟ واهلا بكم في الفيديو رقم 11 من سلسلتنا صنعة الليدرشيب، وبنتكلم من كتاب عن 21 من خصائص لا يمكن الاستغناء عنها للليدر. ونتكلم على ان الليدرشيب صنعة، انت هي مش بس موهبة، حرفة ممكن تتعلمها. الموضوع اللي هنبدأ بيه النهاردة من المواضيع المحببة جدا لقلبي هي عن الكوميونيكيشن، التواصل. زي ما انتوا خدتوا بالكم، اللي مرجعش للفيديوهات اللي قبل كده يلاقيها سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، كل فيديوهين ثلاثة كده بيبقوا عن موضوع، فهنتكلم عن الكوميونيكيشن الكام فيديو اللي جاي. اللي قلناه كتير عن الليدرشيب وبنعيده تاني، انه ليدر يعني قائد، يعني ماشي رايح في حتة، لازم يكون في حد ماشي وراك، وإلا دي ما تبقاش ليدرشيب، وإنما أنت عادي شخص ماشي مع نفسك وخلاص. فالليدرشيب يعني حد ماشي وراك. يعني إيه يبقى الليدرشيب is influence، الكلمة بتاعت جون ماكسويل، ولازم يبقى في حد متأثر بيك بيمشي وراك، بياخد بكلامك أيا كان الوضع وأيا كان تايتلك وأيا كان وضعك في الحياة، في علاقة، في شغل، في أي حاجة. طيب إزاي حد هيمشي وراك وهو مش عارف أنت عاوز إيه أو تقصد إيه أو شايف إيه أو إيه اللي جواك؟ ما هو هنا دي بقى أهمية التواصل. الكوميونيكيشن يا جماعة في رأيي، وهقرا لكم الجملة زي ما هي من الكتاب بتاع جون ماكسويل، إن the success of your marriage, job, personal relationships، جواز، شغل، علاقات، بيعتمد على الكوميونيكيشن. People will not follow you if they don't know what you want or where you are going. الناس مش هتمشي وراك لو مش عارفين انت او انت عاوزين ايه ولا رايحين على فين. من اهم مشاكل الكوميونيكيشن، انا مش فاكر مين كان صاحب الجملة دي بالظبط، تقريبا كان ستيفن كوفي، ان من اهم صعوبات الكوميونيكيشن او التواصل ان احنا بنبقى فاكرين ان التواصل تم، بمعنى ان انا ببقى فاكر ان انا اتكلمت وفاكر ان انا وصلت لك اللي انا عاوزه، ومستغرب انت ليه مش ماشي ورايا او مش فاهمني او ببقى معتقد انه وصل. انا حتى في الكورس بتاع الكوميونيكيشن سكيلز، وليا بعض الفيديوهات تانية على الشانل برضو عن الكوميونيكيشن، دايما بحب اقول الكوميونيكيشن بالظبط كده، ركزوا معايا، انه انت جواك معاني، افكار، حاجة شايفها، مشاعر، جواك معاني. المعاني دي عشان توصل للشخص اللي قدامك، هو احنا كبشر كده بنعمل لها تشفير، بنشفرها بثلاث حاجات: بصوتنا، بكلماتنا، وبحركاتنا. انت بتشفر ده بالثلاث حاجات دول، كلمات وصوت بيطلع وتون طالع مع الكلمات، وحركات جسم ووش طالع مع الكلمات دي، كده انت شفرتها. لو اللي قدامك ما عندوش مفتاح فك الشفرة، هيحصل سوء فهم. اول مفتاح فك الشفرة ان هو بيبقى يتكلم مثلا نفس اللغة، ان انا لو اتكلمت عربي انت بتتكلم عربي، او لو اتكلمت انجليزي تبقى بتتكلم انجليزي، ياباني تتكلم ياباني. بس حتى جوه العربي وجوه الانجليزي وجوه الياباني، ممكن استخدم كلمة في موضع غير المقصود، ممكن اقولها بتون غير اللي مقصود، ممكن احط كلمة ما بتعكسش اللي جوايا. فانت لما تفك الشفرة، هتفك الشفرة لانك فاهم اللغة وفاهم التون وفاهم البودي لانجوج، بس لما فكتها طلعت رسالة غير اللي انا كنت اقصدها. يبقى تاني، جواك معاني عاوز توصلها للناس، بتشفرها بمهارات التواصل بتاعتك وبتنقلها. هنا بقى دي النقطة، ان لازم تعملها بطريقة تتوافق تماما مع الرسالة اللي جواك اللي انت عاوزها توصل، وبشفرة يبقى سهل وواضح على اللي قدامك انه يعرف يفكها. ودايما دايما كليدر، خد على كتافك او كتافك مسؤولية ده، ما يبقاش انا قلته هو اللي ما فهمش، لا، هو ايه اللي انا ما قلتوش صح او قلته بطريقة مختلفة او ممكن اغيره عشان هو او هي يفهمه. ده اللي انا بسميه، حتى الكورس بتاع مهارات التواصل اللي انا بقدمه دايما بسميه lead the conversation، انه ما تسيبش مقاليد القيادة بتاعة الحوار على اللي قدامك فهم او ما فهمش، شطرته ولا لا، وانت اللي هو ايه انا قلت زي ما انا متعود اقول. لا، ده كده مش leading the conversation. الليدر بياخد بيتيك الانيشيتيف، هو اللي بيبقى في المقدمة. فتبقى عندك معنى وعاوز تاخد اللي قدامك على اتجاه، ميك شور انه كلماتك وتونك وحركاتك متماشية مع الرسالة اللي جواك اللي انت عاوز توصلها، وثلاث اربع خمس ست خطوط. هو انت اصلا عارف الرسالة اللي جواك ولا ما انتش عارفها؟ يعني انت اساسا عندك سيلف اويرنس ودريان بنفسك
وعارف اللي وواضح مع نفسك، عشان كده بعد كده تبقى واضح في التواصل، ولا انت اساسا مش واضح مع نفسك؟ لان كذا ساعتها انت ممكن تبقى بتبعت رسالة فاكر انك تقصدها وهي غير خالص اللي جواك، وندخل بقى في لخبطة وميس اندرستاندينج. خلينا نوقف لغاية كده النهاردة، عشان موضوع التواصل ده انا ممكن اقعد اتكلم معاكم فيه كتير. الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله نتكلم اكتر. ما تنسوش بليز التفاعل والشير برضو على الفيديو، بيبقى مفيد وبيفرق كتير. واشوفكم ان شاء الله بكرة في بقية الموضوع بتاعنا في صنعة الليدرشيب مع الكوميونيكيشن. سلام عليكم.